عزيزي المتابع عبر أحداث مسابقة بطولة الدوري، حيث أن ضربة البداية التي ستحضر عبر مجريات هذا اللقاء في هذه الأثناء. نعم عزيزي المتابع، من خلال أحداث هذه الجولة التي بصافرة الحكم الدولي الحاضر عبد الرحمن الجاسم الموجودة من خلال هذه الطريقة الجميلة، عانق على الرأسية، عانق على الضربة الهوائية، عدت بجوار القائم يا صلاح يا زكريا، قريبة كانت يا صلاح يا زكريا، وحدة كانت من الملك القطري بدر بانون وخافيار مارتينيز، لكن المحاولة التحول الهجومي موجود، المعز علي راح، المعز علي راح، راح راح راح، يا سلام يا سلام على الطوفان، يا سلام على البداية، يا سلام عن طريق صهيب جن. شوف الكرة العالية بالراس، بانون لم تنجح، روبن سميدو على طول لكيمون اللي انطلق مثل السهم، انطلق وضعها باتجاه السهم الآخر، المعز علي راح 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 وضرب باليسار، نعم هي تعرف المسار، لا ساطع عبد الناصر كان موجود، أي متابعة لصهيب جنان ليضع الكرة داخل المرمى وداخل شباك الملك القطراوي. واحد خطيرة من قبل بيما لونغو، الملك القطراوي خطير في كرتين، والملك القطراوي قريب للتعادل في لعبتين، كان موجود بيما لونغو بالراس في هذه الكرة. هيلو سوزا، هيلو سوزا يحفز الناس الرياضية، وتعرفون هذه الأسماء، الله الله على تباتا، الله على تباتا، فاصل المهاري، لعبة إلى الأمام بيما لونغو، جميلة للتعادل، مالونغو مالونغو، التسديدة، الله 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 على تباتا، والأجمل كان صلاح زكريا، الأجمل كان صلاح زكريا. شوف اللعبة بين مالونغو وتباتا، هو اللي بداها وهو اللي حب ينهيها في المرمى، وصلاح زكريا مستيقظ مركز، 10 على 10 يرد هذه الكرة اللي الدقائق القادمة، عديد من الأخطاء من نادي الاتحاد عبر هذه الأثناء، لكن محاولة تسديدة، الله 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 على الكرة اللي كانت موجودة، على اللعبة الخطيرة اللي حضرت في اللقطة الماضية، وتحولت الكرة إلى ركلة ركنية، صلاح زكريا يتصدى، صلاح زكريا الكرة الخطيرة الأولى من برونو تباتا، وهدف التعادل اللي كان قريب عبرت اليسرى، وصلت إلى مارتينيز، مارتينيز إلى ناصر عبد السلام، يحاول عبد الله عبد السلام، عبد الله في عرضية، الكرة الخطيرة، الله 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 الله، هذا الملك يا الله، هذا اللي تحل، لكن عينك على اللعبة، عينك على العرضية، أحلى أهداف الجولة، أجمل أهداف الجولة، بل أكملها، بل أمثلها، بل أروعها، بالكعب عن طريق عيسى أحمد، بالكعب عن طريق عيسى أحمد، وما بين الأقدام يا يوسف أيمن، والزاوية البعيدة يا صلاح يا زكريا، أجمل أهداف الجولة، بل أروعها، بل أجملها، بل أكملها، نهاية هذا اللقاء، وبأن التعادل هو سيد الموقف. نعم حضر صافرة عبد الرحمن الجاسم، واحد نادي قطر، واحد نادي الاتحيل، وبالتالي الاتحيل التعادل الثاني في بطولة الدوري، ويصبح نادي الاتحيل ب 17 نقطة ما بين الملك القطراوي نادي قطر، التعادل الثالث في بطولة الدوري، ويصبح هو ب 12 نقطة. أصدقاء المستمعين أعزائي